ياهو عروسة 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 ياهو ويكون شعرها أصفر وعينيها ملونة عروسة ياهو دمها خفيف وبيضة وبنت حنينة عروسة ياهو أمورة وشكل ماما في الرقة وفي الطعامة ساعة ما قلقش ويا تقولي ننه عروسة ياهو عروسة ياهو عروسة ياهو عروسة ياهو أنا العروسة المطلوبة لا متعلقة ولا مخطوبة أنا العروسة المطلوبة لا متعلقة ولا مخطوبة في الرقة والابتسامة أنا فعلا زي ماما وبحبك بس وافي قولولو يا ناس ياهو عروسة ياهو عروسة ياهو عروسة ياهو عروسة ياهو سيبك منها وتعالى مش هتلاقي فوق نصتي من حقك بيا تفرح وتقول لقيت عروستي سيبك منها وتعالى مش هتلاقي فوق نصتي من حقك بيا تفرح وتقول لقيت عروستي اياك فاكر اني مقفل لا ده انا فاهم في الحركات ده انا حط مدان بدقي في بقي وبلع بس في خيالي واللي يلاقي هقول له شكرا ميرسي بوكو عروسة ياهو عروسة ياهو عروسة ياهو عروسة ياهو عروسة ياهو ما عندكش عروسة ياهو عروسة ياهو عروسة ياهو أبوش إيدك عروسة ياهو عروسة ياهو هي فين؟ صباح الخير صباح النور استاذ كمال مستنيك في المكتبه عايز ايه على الصبح ده فيلم ده جبتهولك عشان تحطه في مكتبه ايه ده قديم قوي ده تلاقي اللي عملوه اساسا ما عندهمش النسخه منه جبتيه منين يا مها لقيت لك بقى موقع النت انما ايه كنز فيلم ليلى بنت الصحراء تاليف واخراج وتمثيل بهيجه حافظ ده سنه كام ده يا مها 37 ياه سنه 1937 كان في ستات بيالفوا ويخرجوا ويمثلوا بقى الفيلم ده كمان ايه ده فيلم كفاري عن خطيئتك تأليف واخراج وتمثيل برضو عزيزة امير يعني ده اتعمل قبل ده ايوه قبليه باربع سنين يا سلام عليك يا مصر وعلى ستاتك ظروفهم ساعتها يا اسامه كانت تسمح لهم ان هم يخرجوا مواهبهم عارفه يا مها انا صحيت النهارده الصبح بدري وفتحت التلفزيون لقيت فيلم ايه نهر الحب اللي بتفرج عليه للمرة 365 أنا كمان اتفرجت عليه فاكرة يا ماما أيام الجامعة لما كنا نروح السينما مع بعض وتجيلي تاني يوم محللة الفيلم كده في شوية ورق كنت ولا أجدع ناقدة فاكرة أنا لسه محتفظة بكل الورق ده كل تذكرة معاه الورق بتاعتها اسم الفيلم والتاريخ يا لهوي يا ماما على الفضا والفراغ اللي أنت فيه هتشليني نهارك أخبر يا أسامة أسامة تعالى أنا عايزك ايوه يا استاذ كمان انا تحت امرك يا فندم قول لي يا اسامه فيلم نهر الحب ده اللي انت شفته 365 مره بيتكلم عن ايه بالظبط يا خبر
هو حضرتك سمعتنا واحدين بنتكلم جوه؟ اكيد صوتنا كان عالي. انا اسف جدا يا فندم. انا ما كانش قصدي اتسلط عليكم يا اسامه، انا بس بخاف عليكم، وباين احنا مش موظفين ورئيس، ده اصحابي يا اسامه. والله ده كان احساسي من زمان يا فندم. قول يا اسامه، فيلم نهر الحب بيتكلم عن ايه؟ فيلم نهر الحب يا فندم هيكون بيتكلم عن ايه؟ عن النهر، اكيد عن الحب. طب خلينا فيك انت يا اسامه، انت حسيت بالحب قبل كده، ايه رايك في الحب؟ ايه رايك فيه؟ يا فندم في ايه بالظبط؟ ها؟ قول يا اسامه ما تخافش، انت ايه رايك في الحب؟ انا هقول لحضرتك، انا رايي في الحب يا فندم، رايي في الحب انه بيبقى ما بين واحد وواحد، شخص وشخصه. حلو، يبقى احنا كده قربنا المسافات بيننا. كده ما قربناش خالص يا فندم. طب انت عمرك حسيت بالشعور؟ حسيت بالشعور ده يا فندم. مع مين؟ مع ماما. مع ماما. يا مها يا مها. مفيش فايده. هو الاستاذ كمان ماله؟ ها ماله يا اسامه؟ فيه مالك انت كمان؟ مساء الخير يا استاذه. مساء الخير يا مصطفى. طبعا انا ساعي ومش من حقي ان اطلب، ممكن بعد اذن حضرتك تديني اسم الموقع اللي بتجيبي من عليه الافلام للاستاذ اسامه؟ ايوه ده انت الرزاله دي. انت عندك كمبيوتر يا مصطفى ولا ايه؟ كان عندي كمبيوتر بس الاستاذ كمال اداني لاب تواب. عايز افلام ايه يا مصطفى؟ يعني الافلام الجميله بتاعت زمان اللي كانت فيها الناس بتحب بعضها، ولما كان يظهر شرير كان البطل ينتصر عليه ويقتله. يا سلام، يعني فيلم مثلا زي لاف ستريت. لاف ايه مثلا؟ لاف ستريت، شارع الحب. يا سلام على الفيلم ده، لازم كل يوم اتفرج عليه انا والمدام، انسى بيه جيراننا في الدوي او منشيه ناصر والخلق اللي بقابلها في الشغل. خلقنا احنا اللي في الشغل. اطلع بره يا مصطفى، اطلع بره. ما انا اصلي ساعي. الواد ده جواه فنان. أسامة، أسامة. أيوة يا كمال بيه. أنا كمان بقول كده. أيوة يا فندم. على فكرة أنا فكرت في كلامك ده ولقيت إن علاقتك بوالدتك ده إحساس جميل، شيء رائع، لكن أنت ما حسيتش الإحساس ده مع حد تاني غير والدتك، مها مثلا. مها؟ مالها مها يا فندم؟ مالهاش. مش شايف أي حاجة في علاقتكم في حكايتكم تخليها مالها؟ يا فندم مها دي مها يعني من ساعة ما عرفتها وهي موجودة. هوبلس، دي حاجة زي ما أنا وصلت لها، أنت كمان لازم توصل لها. مفيش فايدة. تفتكر هيفهم؟ أسامة؟ ما أظنش. أكدب عليك. الراجل ده من يوم ما عملت الإعلان بتاعي وهو حاططني في دماغه، ماله هو ومال الإعلان بتاعي؟ حاجة غريبة قوي، تفتكر إيه نشأة سر العلاقة دي؟ الله أعلم، الراجل اللي جوه خرف خالص أصلا. نفسي بقى عروسة النهاردة دي بقى تطلع كويسة عشان أخلص منه ومن جدي ومن غلاستكم. يا طول بالك يا أسامة، أنت لسه هتشوف عرايس، ما أنت جربت كبار وصغيرين. لا لا لا، عروسة النهاردة حاجة تانية. أصل وأنا بتفرج على فيلم نهر الحب النهاردة الصبح حسيت كده بلمحة فنية، وحسيت إن البنت دي هي اللي هتشبعها. واشمعنى البنت دي بقى هي اللي هتشبعها؟ اصلها فنانه. منى ذكي؟ لا، احمد حلمي. والحادثه دي حصلت لك امتى؟ لا دي مش حادثه يا استاذ اسامه، انا مولوده كده طول عمري. تصور اني عمري ما وقفت على رجليا زي الاطفال الصغيره ولا عمري لعبت. طب ما قلتيش ليه ما كناش قصدي يعني كنت انا جيت لك لحد عندك. ما تتعبش نفسك يا استاذ اسامه، ده قدر اللي ربنا قسمهولي. يلا هنعمل ايه بقى؟ الحمد لله. ما تقوليش كده، خلي املك في ربنا كبير، مش جايز في يوم من الايام تحصل لك معجزه وتمشي. الله اكبر الله اكبر، حصلت المعجزه. وضحكت عليك وضحكت عليك وعليك يا حلو. ايه رايك بقى يا استاذ اسامه، بعرف امثل ولا لا؟ اصل انا بصراحه اول مره اشوف حد ما يكونش عارفني، ف
فكنت محتاجة رأي محايد. محايد ازاي يعني؟ في أدائي كنت محتاجة حد ما بيشتغلش في الوسط الفني يقول لي إذا كنت بعرف أمثل ولا لأ. معلش يا أستاذ أسامة جت فيك أنت الأول. جت فيا أنا الأول؟ يعني كنت ناوية تعمليها في حد تاني؟ أكيد طبعًا، لغاية لما أتأكد إذا كنت بعرف أمثل ولا لأ. بس دي خدعة، دي كذبة إنك تضحكي عليا وتقولي لي كده لإنسان إحساسه مرهف زي تضحكي عليه، عيب كده يا أنسة أمال. طب ولو قلت لك يا أستاذ أسامة إن أنا اسمي الحقيقي مش أمال؟ دي كمان كذبة تانية. أعمل إيه؟ ده اسمي الفني، ما كانش قدامي اوبشنز تانية. استاذ حسن الامام مخرج الروائع كان دايما بطلات افلامه يسموهم نعمة يا امال. حضرتك ما شفتش فيلم الجسد بطولة مدام فاطمة رشدي؟ رضيت مرضيت نعمة هتشتغل رقاصة رقاصة رقاصة. ايوه يا رقاصة، قولي لي في الاخر يعني انت اسمك ايه؟ راضية السيد عبد الرحيم. تخيل يا استاذ، ممثلة محترمة زي ما اسمها بالضاد، راضية. وفيها ايه؟ ما اللغة العربية لغة الضاد. انت كنت كاتبة ان انت في تانية معهد مش كده؟ لا انا في تانية ثانوي. ادي كذبة تالتة. اعمل ايه بس؟ انهي مخرج ولا انهي منتج هيرضى يشغل واحدة في تانية ثانوي؟ وبعدين احنا ما روحناش بعيد، انا على فكرة المفروض اللي في سني دلوقتي يبقوا في تانية معهد فعلا. ضيعت 3 سنين من عمري في ثانوية عامة وسنتين في اعدادية، اعمل ايه؟ حبي وعشقي للفن كانوا بيخلوني اسقط كل سنة. طب ما سبتيش المدرسة ليه وعملتي ادوار فيروز وهي صغيرة؟ لان ابويا وامي حكموا عليا اني اكمل تعليمي الاول، بس انا خلاص كنت اتخذت. اتخذتي فين؟ تحري؟ لا، قلبي وروحي وكياني وعقلي بقى في التمثيل. اجيب منين مخ انا يا استاذ للاعداديه والثانويه العامه؟ طب ومين قالك ان انت بتعرفي تمثلي اساسا؟ في حد متخصص شافك وقالك كده؟ المرايه لا تكذب، الفنان الحقيقي هو الناقد الاول لنفسه. اه يعني ما حدش شافك اساسا؟ لا ما حدش شافني اساسا، انا مش محتاجه حد يشوفني. انا قلت حطيت مع هند صبري ولا منى شلبي في مشهد واحد هاكل منهم الجو. جو ايه اللي تاكليه؟ دول فنانين كبار قوي وتعبوا قوي لحد ما وصلوا اللي هم فيه. المهم يا استاذ اسامه، خلينا في الموضوع اللي انا جايه اكلم حضرتك فيه قبل ما اخش يعني في الجد والارتباط وكده. حضرتك عندك فكره عن طبيعه حياتنا؟ طبيعه حياتكم انتوا مين ان شاء الله؟ احنا الفنانين. حد قال لك اني ببيع جبنه قريش؟ انا فنانه يا استاذ، انا ممثله ممثله ممثله. ايه ده حضرتك ممثله؟ طب ثانيه واحده يا فندم بعد اذن حضرتك. طب وليك يا فندم، انا بكتب اغاني يا فندم وبكتب صوتكم جديد على حضرتك. طبعا طبعا هاخده منك وانا ماشيه. طب تشربوا يا فندم؟ اي حاجه ساقعه. المشروب عندي النهارده يا استاذ اسامه، عندنا فنانه فنانه. احكي لي بقى عن طبيعه شغلكم كفنانين بما ان انت فنانه. يعني مواعيد الاوردرات ساعات بتبقى في اوقات مختلفه من اليوم، ممكن اخلص تصوير الصبح، ممكن يبقى عندي اوردر بالليل واخلص الفجر كده يعني. اه ده وانا نازل شغلي بقى. بالظبط. في اوردرات تانية ممكن تبقى بره القاهرة، شرم الشيخ، الغردقة، كيمولاند، ممكن لندن، باريس، امريكا. طب احنا لو عندنا اولاد هتعملي ايه؟ عشان كده الدادات موجودين. اه ده بالنسبة لاولاد الدادات، ابوهم بقى هتعملي فيه ايه؟ بص يا اسامة، اي مشكلة بتقابل الفنانة وجوزها بيبقى بسبب الناس اللي حواليها، ناس بتضايقها في التصوير، مخرج، منتج، ممثل كده يعني. وإذا كانت هي دي طبيعة حياة الفنانين وإنتي عايزة تبقي ممثلة وتخشي الوسط الفني، أنا بقى ستي عايز مراتي تبقى قاعدة في البيت تشوف العيال تشوفني. رديتي ليه على الإعلان بتاعي؟ هقول لك فورا. بص يا أستاذ أسامة، ده عقد لبطولة فيلم ماشي؟ أنا قلت بقى إيه؟ أروح أتجوز وأخش لهم اللوكيشن جوزي في إيديا عشان محدش كده ولا كده يضايقني، وهو بالمرة أوفر أجرة اللبيسة. والفيلم ده هتصوريه إمتى؟ السبت مش اللي جاي، اللي بعده. هذا على طول بقى. يعني أنت عايزة تخلصي الموضوع بسرعة. إحنا مش هنحتاج أكتر من كده على فكرة، شقتك موجودة وكتب الكتابة ياخد ساعتين وخلاص يعني. بسرعة بقى كله. طب بصي بقى، أنا عندي شرط، لو فعلا إحنا عايزين نتجوز بسرعة كده فرجيني على مشهد من اللي هتعمليه. أوكي. حاجة ساعة. ايوه بيبس شيبس حاجة يا ساعة. يا صلاح الدين اني قادم اليك. درجن 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 ما اعطيه ما. اي اي يا عيني يا الله يا عيني. يا لهوي الواد حرنكش خلاص ما بقاش نافع، ده انا هرمي لي القطط علشان ياكلوه. الله 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 الله، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟
مش قادر اصدق اللي بيحصل لي. معمول لي عمل؟ ممكن يبقى معمول لي عمل. حد مستقصدني وعمال يبعت لي في البنات دول؟ يا اسامه اسامه، فين المشكله؟ فين المشكله؟ مش كنت بتدور على عروسه عندها حس فني عشان يلمس عند الحس الفني اللي عندك؟ اهي جت، عيش بقى. دي عايزاني ابقى خيالها، اقبض الله. عايزاني استقيل والزق لها. قال انا استقيل واسيب المكتب ده. ما اقدرش. ده انا بصحى الصبح عشان اجي المكتب ده. اصل لما باجي هنا بحس مش عارف ايه اللي رابطني بالمكتب ده بصراحه. الكراسي، اكيد الكراسي متهونه غيرها. ما انت عارفه الكرسي يعني فيه راحه، امان، استقرار، انت قاعد مستقر كده شايف. ايه الاستظراف اللي فيه انتوا الاثنين ده؟ لا انا عرفت، انا عرفت باجي هنا ليه. انا باجي هنا مخصوص عشان صوره ماما دي. النسخه دي مش موجوده عندي في البيت. وحاجه تانية، هي ايه هي؟ ما انا باجي علشان ما اتعودت اشوفها كل يوم. نفس الحاجه اللي بتنزلني من البيت. ما انا مش هشوف البنت دي تاني، ولا عايز اشوف الفن ولا الفنانين. ايه يا اسامه جرالك ايه؟ ايه الضعف والانهيار اللي انت فيه ده؟ بنت في تانية ثانوي ملهاش علاقة أساسا بالوسط الفني، ما عملتش حتى فيلم واحد، خلاص بقت مرجع. يا ما أنت مش عارفة حياة الفنانين دي عاملة إزاي؟ دي حياة صعبة. ده أنا مرة وأنا ماشي قابلت الفنان الجميل سليمان عيد، فضلت أجري وراه وفضلت لازق له لحد ما وافق إنه يتصور معايا. أنا بموت بالفنان سليمان عيد، بس ماله مال موضوع عيش الفنانين؟ يا عم ده أنت ليك بإبداعه، بالفن اللي بيقدمه، زيه زي الطبيب المهندس، أي حد يعني، ما تسيب كل واحد يعيش براحته. ما تصدق انك افهمتيني؟ بجد انا مفهوم اهو، شفتي بقيت فاهمه ازاي؟ ما انا مش عارف من غيرك بجد كنت هعمل ايه. اقعد يا مشهد اقعد. العفو يا فندم. اقعد يا ابني، عايزك في حاجه مهمه. العفو يا استاذ. اقعد. الله. حاضر. في ايه؟ أنا جيت لك بدري مخصوص النهارده عشان أفهمك إن دورك أكبر من فنجان قهوة أو كوباية شاي. ياه، هو أنا مهم للدرجة دي يا أستاذنا؟ يا ابني أنت دورك هنا مدير الرقابة على المصنفات البشرية. ياه، تعرف دي راحت فين؟ ده جاي منين؟ دي بتبص لده. كده لا ينتظم سيد العامل في أي مؤسسة بدونك. ياه، ده أنا واصل بقى يا فندم. يا ابني ركز معايا، أنا عايزك تطرطق لي ودانك اللي هي ما شاء الله يعني مطرطقة طبيعي. انت محسسني انك بتكلم ارنب يا فندم. ركز معايا يا ارنب. ايه يا مصعب؟ وباين ايه اللي انت مركبه ده؟ انت مركب لي اريان؟ اه مركبه عكسي. عشان كده ارسالك ما بينقطش. شوف بقى، انا عايزك تاخد لي بالك من اسامه، عينك عليه ودانك معاه، بينزل مواعيد العمل الرسميه يروح فين، بيشوف مين، بيقابل مين. فاهم؟ لا مش فاهم يا فندم. افهمك، انا عايزك تنقل لي كل اللي بيدور في المكتب. بس انا كده ابقى فتان يا فندم. يا ابني افهم، طبيعة عملك كرقيب على المصنفات البشرية تقتضي ده؟ انا كده فهمت. وبقى انت تعالى قول لي بقى، ايه حكاية القهوة اللي انا اطلبها سادة تجيلي زيادة؟ اطلبها مظبوط تجيلي على الريحة، انت ايه اللي جرالك؟ المشكلة في حاسة التذوق اللي عند سعادتك يا فندم. ركز في حاسة السمع اللي عندك. حاضر يا فندم، ما انا اصلي ساعي. بعد اذنك يا فندم. فعلا؟ بتتكلم بجد؟ طيب طيب يلا اوكي، نتقابل بكره بقى في الكافيتيريا بتاعه الجامعه. اوكي يلا، باي باي باي. انا اسامه كان هيقع حته وقع النهارده. فعلا؟ احكي لي بقى، فرحي قلبي، ايه اللي حصل؟ كان هيتجوز واحده تشغله عندها. احسن، يستاهل، عشان قدام الحب وبيدور عليه بره. بتشتغل ايه بقى؟ فنانه. ايه ده بجد والله؟ مشهوره بقى ومفرحانه كده ليه؟ ما تقعدي، دي لسه فنانه في بدايه حياتها. كانت عايزه تشغله ايه بقى؟ كانت عايزه تشغله مدير اعمالها. لا بتهزري فعلا؟ طب ما وافقش ليه على الاقل؟ كانوا قضوا شهر العسل في اللوكيشن. يا بنتي بقول لك فنانه لسه مبتدئه، يعني ما عملتش ولو مشهد واحد في السينما. بتدرس ايه بقى ولا خريجه ايه؟ يا بنتي دي بنت فاشله لسه حتى ما خلصتش ثانويه عامه، انت ما تعرفش اي حاجه عن الفن الراقي. والله؟ طب انت عارفه بقى ان دي اكتر واحده تليق على اسامه؟ ليه بقى ان شاء الله؟ هي ما تعرفش اي حاجه عن الفن وهو ما يعرفش اي حاجه عن الحب. صدقي يا بنت هاله ان انت عندك حق.
واحد مايو، واحد مايو، واحد مايو، واحد مايو، طب واحد مايو، واحد مايو. ايه ده؟ ايه القرف والزباله اللي انت عاملاه ده؟ قومي اعملي الحاجات دي. لا مش جايبني. ومش جايبني ليه ان شاء الله؟ مش سامعني بقول واحد مايو؟ وماله واحد مايو؟ النهارده عيد العمال، وانا من العمال ما اشتغلتش، روح بقى اشتكي الحكومه اقول لها اللي هي حكومي عملت النهارده واحد مايو عيد العمال، واحد مايو. اشتكي الحكومه؟ طيب بمناسبة النهارده بقى اجازه. ايه؟ قولي لي بقى. ايه؟ بتحبي الافلام القديمة؟ ايوه بحبين، ده انا امي ممثلة. امك انت ممثلة؟ ايوه كان كتفها كده بكتف الفنانة القديرة ليلى مراد. ليلى مراد؟ ايوه كان كتفها بكتف ليلى مراد كده، شفت فيلم القطار؟ اه شفته. كانت هي بقى كتفها قاعدة كده جنب ليلى مراد والكتفين لازقين في بعض. بس لما جم يقلبوا القطار قوموا ليلى مراد وقلبوا القطار بامي، ومن ساعتها الله يرحمها. اه الله يرحمها. طب قولي لي انت بتحبي تتفرجي على الافلام القديمه؟ ايوه طبعا انا بحب فيلم الجزيره. الجزيره؟ ايوه بتاع الاستاذ احمد السقا والاستاذ محمود حماده. بس ده كان معاه محمود ياسين. يعني مش مشكله هما الاثنين محمود والاثنين زملاء، ولما كان الاستاذ احمد عز بيقول ايه؟ انا الحكومه فيش حكومه، انا الحكومه فيش حكومه. ايوه بس ده مش احمد عز، ده كان احمد السقا. وماله ما هو الاثنين احمد والاثنين زملاء. طيب انت شايفه ان فيلم الجزيره ده فيلم قديم؟ ايوه مش بقاله سنتين ثلاثه قدم. قدم؟ انت مفيش امل فيكي. واحد مايو، واحد مايو، طب واحد مايو، واحد مايو، واحد مايو. عامله لي فيها سعاد حسني وعايزه تمثلي. ايه ده؟ دي سمعتني ولا ايه؟ عندي امل تهدى وتعقل وتفكر شويه، بس خد بالك ان الوقت بيسرقنا وميعاد التصوير بيقرب جري. لو قلت لك هخليهم خمس اضعاف مرتبك هتوافق؟ مستنيه يا رضاك. خمس اضعاف مرتبي وابقى طرطور؟ لا انت ما ينفعش معاكي غير. طب يلا يلا اتدلتي بقى من صفحتي، وما دي في خلقتي واقفه في سكتي مش عارف اختار. طب يلا روحي من دنيتي اشكب والدتي ليكي يا بلوتي وسبب دوشتي للويه نهار. طب يلا طب يلا هتسيبي ده انا حبيبتي. لا ده حبيبي انا مش هسيبك. بقولك سيبي ده انا حبيبتي. لا ده حبيبي بس عامل مش عارفني جنب مني ومش شايفني. بس عامل مش عارفني جنب مني ومش شايفني. انا نفسي ودي افرح جدي واحس ان قلبه انشرح بعروسة نادرة وعيونها خضرة تشبه لماما وعامل فرح. أنا نفسي ودي أفرح جدي وأحس إن قلبه انشرح بعروسة نادرة وعيونها خضرة تشبه لماما وعامل فرح. وأعزم كل قريب وبعيد ونتجوز بقى في العيد. هعزم كل قريب وبعيد وهتجوز بقى في العيد. عروسة ياهو عروسة ياهو عروسة ياهو عروسة ياهو عروسة ياهو ياهو ياهو.